سيدنا شعيب قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الحشمة والأدب والأخلاق والاستحياء والأدب كانت على تتلفح بهما هاتين البنتين. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. انظر أيها المستمع الكريم، الاستحياء هنا أدب وأخلاق وحشمة وأدب، لكن عند فرعون ويستحي نساءهم يعني أنه يستبيح كل نساء مملكته، يخدمهم، يجعلهم إماء، يجعلهم جواري، يجعلهم خدم، يوظفهم. هنا الفرق بين الاستحيائين. فرعون تتألف مملكته من فرعون وجنوده وملائه وصحرته وكهنته وإدارته. الجنود هؤلاء معروفون، والملا معروفون، والسحرة هم الإعلاميون، هم الإعلاميون بتعبيرنا اليوم. قالوا أئن لنا لأجرا يا فرعون إن كنا نحن الغالبين لما نغلب سيدنا موسى وقومه، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. أيضا سوف تتقربون من سلطاني ومملكتي. هؤلاء السحرة وإدارته تتمثل في قارون وفرعون وهامان. قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إن قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وزير مالية فرعون، وزير مالية القذافي، كلهم سواء. القذافي سواء لفرعون، صورة منه، صورة من فرعون، وحاشيته صورة من حاشية فرعون. إذ قال له قومه لا تفرح، قالوا لقارون لا تفرح إن هذا المال مال أعطاه الله لك، ولكنه أعطاه لك بقربك من فرعون. قال المتكبر الجبار، معقول يتلقى نصيحا من رجل عادي؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فخرج على قومه في زينته في قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اللجان الثورية بتاع فرعون وقارون وهامان، لما خرج عليهم قارون وزير المالية في الموكب في الحرس تتبعه 14.5 في ذلك، في بتعبيرنا اليوم الحشم والحراس والمخابرات. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. نفوسهم ضعيفة والصبر طال. قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر الآخرين، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، الصابرين المتقين، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وين الذي تمنوا أمس الموكب؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. انظروا إلى طاغيتنا اليوم. أين أصدقاؤه؟ أين برلسكوني؟ وأين ميدفيديف؟ وأين بوتين؟ يتنصلون اليوم منه. إلا أن وللأسف أن هناك مناشف قديمة لا زالت عالقة به.
قال الذين يريد قال الذين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تم